السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول نتنياهو يهدد بضرب اليمن. وإلى التفاصيل، أعلنت القوات المسلحة اليمنية مساء أمس الأربعاء إطلاق دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية صهيونية مختلفة جنوب فلسطين المحتلة. وقالت القوات المسلحة في بيان لها، أطلقت القوات الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشاش أيلات جنوب فلسطين المحتلة. وأكدت القوات المسلحة استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. من جانبه، هدد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو برد عسكري على ضربات قوات صنعاء على الأهداف الإسرائيلية واستيلائها على سفينة تابعة لها جنوب البحر الأحمر. وجاء تهديد نتنياهو في رده على سؤال صحفي عن سبب عدم رد إسرائيل على شن اليمن حربا عليها وإطلاقها صواريخ ومسيرات إلى جنوب البلاد وخطفها سفينة. وقال نتنياهو: نحن مستعدون على الرد على أي هجوم ضدنا، ويمكن أن أقول لك ليس قول فقط، ولا أريد أن أقول لك ما نفعل ومتى سنفعل ذلك، مضيفا: على أعدائنا أن يأخذوا ذلك بالحسبان ما قلت قبل قليل. يشار إلى أن قوات صنعاء نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة هجمات بالصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة على أهداف مختلفة في إسرائيل دعما للمقاومة الفلسطينية التي تواجه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. انتهى الخبر. طبعا نقول لنتنياهو حشها، ونحن لا نخشى لا منك ولا من أمريكا ولا من العالم أجمع. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وهذه خالص تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.